هذه تناقض طبيعي بين رفاهية التكنولوجيا وهدوء الحياة البسيطة، بس الصعوبة إنك تجمع أمرين في نفس الوقت. حدك يعان وخايف تطلع ويخرونه في المكتب، الله يلوم اللي يلومك. ما تبين يقولون عنك تاكلين الخضر واليابس في استقبال سبوج عدل شغلك، البطل على قلبك، وما تبين الفيلم يطوفك، أبشرك ترى في النهاية بتطلع أخته. خمس خطوات بسيطة وأسرع طلب يكون عندك: طاقم عمل وتوصيل منك وفيك بحرينيين، يعني ما في مجال يضيع البيت. نوصل لك اللي ما يوصل. استمتع بوجبتك وين ما كنت. كارج بالبحرين.